يسعدني أيها السادة والسيدات أن أشرف على انطلاق فعاليات هذه الندوة التي ستتولى النظر في مختلف أبعاد الخطة الوطنية للحوكمة رشيدة ومقاطعة الفساد. حضرة السيدات والسادة، إن ظاهرة الفساد مفسدة لحياة الشعوب وأمن البلدان واستقرار المجتمعات، وهي ظاهرة مخربة لطاقات المجموعة الوطنية ولمنظومتها الأخلاقية، كما أنها مجهدة لنزعة الإصلاح في المجتمعات. لذلك تعد مقاومة الفساد مهمة وطنية، لأنها تخص كل الوطن وكل مصالح الوطن، وقد تجاوز الفساد بمختلف البلدان مجرد مجال ممارسات الإشرار غير المشروع، وأصبح عالم الفساد عالما للإبداع الإجرامي المهدد للحقوق والمكاسب الشرعية الفردية، كما أنه أصبح عاملا مدمرا لثقافة العدل والاستقامة والكرامة لدى الشعوب عامة، وناشرا لمشاعر اليأس والإحباط في أوساط الشباب والقوى الاجتماعية المؤمنة بقيمة العمل المثابر والشريف لتحقيق الامتياز وخلق الثروة والعيش الكريم. حضرة السادة وسيدات، إن مقاومة الفساد لا يمكن أن تتكرس في بلادنا كما كل البلدان إلا عبر منظومة متكاملة متكاملة الحلقات وطويلة النفس، ويعني ذلك أنه من الواجب أن تسند منظومة مقاومة الفساد إلى نظرة رائدة تتضمن مهام التصدي له والوقاية منه ومكافحته عمليا ومبدئيا. كل ذلك يستوجب خططا استراتيجية ناجعة ومتكاملة مستندة إلى القانون وتنفذ بمنهجية صارمة. ومن البديهي أن مسألة مقاومة الفساد لا تخص فصيلا واحدا من المجتمع، بل إنها تستوجب توحيد وتنسيق الجهود على مستوى كل من التشريع والقضاء والأمن والإدارة والثقافة والإعلام والتربية والعمل الجمعياتي والمدني وغيرها من المجالات. وإن كانت ظاهرة الفساد ضاربة بدورها في التاريخ وفي الزوايا المظلمة من المجتمعات بما فيها مجتمعنا، فإن الوعي بمخاطرها آخذ في الانتشار والتجذر وطنيا وعالميا، وما من نقيض لها سوى الانخراط الكامل في تدعيم الحوكمة الرشيدة في كل أوجه المعاملات والمنافع وفي مجالات الشأن العام وصلب كل المؤسسات وهيكل الدولة. وإن كانت الحوكمة الرشيدة تستند إلى فكرة إعلاء شأن القانون ودعم المراقبة القانونية وتطوير الشفافية في مختلف أوجه الحياة العامة، فهي تعزز بانتشار الوعي الديمقراطي والممارسات المدنية والمواطنية. حضرة السيدات والسادة،
يعتبر مجلس نواب الشعب أن معركة مكافحة الفساد مهمة وطنية مركزية، وهو يساند إدراجها في أولويات حكومة الوحدة الوطنية. كما صادق المجلس على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وعلى القانون المتعلق بالتبليغ على الفساد وحماية التبليغ المبلغين عنه، وعلى القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، وانتخب هيئتها. كما صادق المجلس على قانون يتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وهو يستعد إلى إتمام إجراءات انتخاب هيئتها. ولما كانت مسألة مكافحة الفساد من بين الأولويات الدائمة للعمل التشريعي لمجلس نواب الشعب، فإن لجانه اليوم بصدد النظر والدراسة لثلاث مشاريع قوانين ذات صلة بالموضوع. أولها مشروع يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبكفاحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام. كما أن نواب الشعب قدموا 4 مبادرات تشريعية ذات علاقة بمسألة مكافحة الفساد، وأن هذا العمل التشريعي يهدف في المقام الأول إلى تجويد المنظومة القانونية لمقاومة الفساد في بلادنا وجعلها أكثر فعالية ونجاعة، حيث أن مقاومة الفساد لا تكون شاملة ودائمة وناجعة إلا إذا تأسست على قاعدة القانون، كما أنها لا يمكن أن تكون حكرا على الدولة، بل أن كل مكونات المجتمع المدني معنية بها، ولا يمكن اختزال خطة مقاومة الفساد في الأعمال الميدانية للسلطة التنفيذية، بل إنها مهمة مجتمعية تخص كل أجهزة الدولة وكل قوى المجتمع المدني من المنظمات والجمعيات التي تعمل في كل مجالات الحياة العامة. حضرات السيدات والسادة، إن مكافحة الفساد عمل يومي ومشترك، وهو لا يخص قوة اجتماعية أو سياسية منفردية، ومن البديهي أن للسلطة التشريعية مسؤوليات خاصة في مقاومة الفساد في سياق عملها التشريعي والرقابة. وعلى أساس ذلك نحن نتطلع إلى مساهمة وانخراط رجال الثقافة والتربية والفنون والفكر والإعلام في جهود مقاومة الفساد، وهكذا تنتعش الروح السليمة في الجسم الاجتماعي السليم. كذلك نخلق أرضية البناء الديمقراطي لمجتمع حر ومتوازن وعادل، مجتمع تكون فيه أعمال الدولة والأفراد على حد سواء، مستندة على الشرعية والمشروعية، وتكون مصالحهم وأنشطتهم متناغمة مع المنظومة القانونية التي يحرص مجلس نواب الشعب على أن تكون متلائمة مع المصالح العليا للوطن والشعب الروس. أتمنى لأعمالكم النجاح ولنضالنا جميعا ضد الفساد كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.